اهلا بحضراتكم من جديد مكملين معاكم اخبارنا المحليه الحقيقه في اخبار كده انا على المستوى الشخصي بحب اسمعها لما بلاقيها قدامي او بلاقيها يعني واقع بتسعدني جدا حاجه من اتنين يا مصر بتاخد ميداليه على مستوى المنتخبات ودي حاجه بتسعدني جدا 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 لانه انا شايف ان مصر في الرياضه تستحق ان هي تكون يعني في المقدمه دائما ابدا واحد الاخبار اللي دايما بسمعها بتسعدني هو استضافه مصر لحدث عالمي كبير، لان ده بيعرف العالم احنا فين؟ بلدنا فين؟ وبلدنا بلدنا بقت فين؟ من ضمن الاخبار دي الحقيقه تخص السلاح، اتحاد السلاح برئاسه عبد المنعم الحسيني او كابتن عبد المنعم الحسيني من احد انجح الاتحادات على الاطلاق. على الاطلاق، يعني اتحاد عامل شغل جامد، ده طبعا صوره للكابتن عبد المنعم الحسيني احد انجح رؤساء الاتحادات في الوقت الحالي، انا بقول الكلام ده وعارف انا بقول ايه، بجد كادر اداري يعني يعني ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. يوليو القادم مقبل مصر هتستضيف بطوله العالم للسلاح. الاتحاد المصري للسلاح برئاسه عبد المنعم الحسيني اعلن فوز مصر بشرف استضافه بطوله العالم واللي هتستضيفها القاهره شهر 7 اللي جاي باذن الله. وقال الحسيني ان مصر هتستضيف البطوله في الفتره من 15 لحد 23 يوليو اللي جاي على مجمع صالات استاد القاهره الدولي في مدينه نصر. واكد ان في لجنه من الاتحاد الدولي للعبه وصلت مصر امبارح وقاعدين لحد بكره كمان عشان تشوف اماكن الاقامه للفرق وتشوف اخر الاستعدادات للبطوله وكمل الحسيني ان البطوله من المتوقع من ان يشارك فيها ما يقارب من 100 دوله سامعين يا جماعه 100 دوله فعلا يعني هاتوا الصوره دي تاني يعني كابتن عمنا بيقول اوكي كده وبيرفع يعني بجد خبر كده يعني النهارده 100 دوله 100 دوله من اكبر الالعاب المنتشره على مستوى العالم واللي بي يعني الدول الكبيره فيها هي الدول المتقدمه في الرياضه بصفه عامه <applause> امريكا فرنسا اسبانيا الصين يعني دول ايطاليا الدول المتقدمه في الرياضه على مستوى العالم هم يعني عندهم السلاح <applause> فلما يقول من المتوقع وصول 100 دوله ده رقم كبير جدا طبعا بس كلنا ثقه في ان مصر هتقدر تستضيف عندنا بنيه تحتيه من الملاعب يعني غير مسبوقة عندنا بنيه تحتيه من مقرات الاقامه الاوتيلات احنا دوله سياحيه نستطيع نستضيف اي عدد من اللاعبين عندنا كوادر إدارية تقدر تدير البطولة بشكل كبير، عندنا كوادر فنية في كل شيء، فإذا خبر الحقيقة لازم يسعدني. اتحاد السلاح نجح في تنظيم بطولتين كبار في مصر مع بداية السنة دي. نظم بطولة كأس العالم في آخر شهر اثنين يعني دي مش مش أول تجربة، في تجربتين ناجحين وبناء عليه الاتحاد الدولي أسند البطولة القادمة في شهر سبعة للاتحاد المصري، وكمان نظم بطولة الجائزة الكبرى منذ أيام وتحديدا كانت في شهر ثلاثة في شهر رمضان اللي فات بالرغم من ضيق الوقت لان الاتحاد الدولي بلغهم بالموافقة على استضافة مصر البطولة قبلها ب 36 يوم يعني شوف الثقة وصلت فين الثقة وصلت ان انا لما بتزنق بسند على مصر ودايما ده يعني الخبر ده يحمل الكثير الجميل بقى في السلاح مش انت بتنظم حدث كبير لا احنا عندنا ابطال عالم دلوقتي وهو ده قمة النجاح قمة النجاح ادارية وقمة نجاح فنية لما بتنجح في الاثنين تعظيم سلام انت كده يعني حاطط مصر في المقدمه ولازم تكون اول خبر معانا في الاخبار المحليه ليه لان احنا كلنا بنعمل ده كلنا بنعمل اللي احنا بنعمله في المحل ده عشان نطلع نحط اسم مصر قدام فلما حد بينجح يحط اسم مصر قدام لازم كلنا نجل ونحترمه ونقف ربنا عينك يا كابتن عبد المنعم انت من الشخصيات المحترمه والناجحه وكلنا وكلنا في ظهرك باذن الله انت وكل لعيبه المنتخب اكيد ولعيبه المنتخب او لاعبات المنتخبات